التكنولوجيا صارت جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، والعالم عم بيتحول شوي شوي على الرقمة. خصصنا ببرنامجنا بأحلى صباح فقرة تك اللي عم تهتم بنشر الثقافة التكنولوجية وكمان نعرف أكثر عن هالموضوع. ضيفنا لليوم إبراهيم شعبان، الخبير بالأمن السبراني والمعلوماتية. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك إبراهيم. اليوم رح نحكي أكثر عن الإنترنت، المخاطر اللي عم بيواجهوها العالم إن كانوا بيستعملوا أجهزة ذكية، الهواتف تبعهم، الأشياء اللي يمكن ما بينتبهوا لها أو ما معهم خبرها ولكن بتأثر عليهم، وبنعرف كثير عن خبرية القرصنة، الهاكينج. رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع. أول شيء خبرنا إبراهيم، شو معقول المشاكل اللي بتكون بيواجهوها العالم؟ هلا بشكل عام بينت هالمشاكل من بعد أزمة كورونا بلبنان خصوصا، لأنه ما كان تقريبا المجتمع اللبناني معود على قصص الديجيتال اللي هي مثلا كتعليم أونلاين أو كدراسات أونلاين، أو بحد أدنى مش مثل المرحلة اللي كانت بكورونا، هي أعلى من قبل يعني إذا ما نفصلها هيك. صار حتى يعني اللي كان يشتغل بمكتب بده يشتغل من البيت، بده يتعلم على زوم، بده يجرب يزبط شغله. صحيح. يحوله رقمي كمان. العالم نفس الشيء. المشاكل اللي صارت بعدة محلات، المطرح الأول والأساسي هو ما كان في مثل ما بنقول بنية تحتية رقمية جاهزة عند المؤسسات وعند الشركات، أو ببعض الأماكن عند المؤسسات التربوية. هلأ الشركات ممكن يكون مثلاً شيء خاص بشركات عالمية أو شركات كبرى قدرت تغطي بمحل معين هذا التفصيل، ولكن كمان في مشكلة تانية وهي كتير أساسية. في عنا مثل بيقولوا الوعي الرقمي هو غير موجود بالمجتمع اللبناني بشكل اللي أنا عم بحكيه بشكل تقني تربوي يعني، أو تقني كديجيتال يعني، بطريقة أنه بيقدر واحد يعرف كيف بده يتواصل مع الناس وكيف بده. مثلا أبسط الأمثلة اللي صارت أول ما صار في ديجيتال ترانسفورميشن بكورونا، في كتير أساتذة أو دكاترة بالجامعات هن كبار بالعمر ما كان عندهم الفكرة أو حد الأدنى من وعي ولو ببرسنتج قليل يعني أنه كيف يقدر يتواصل مع غيره وكيف يقدر يفتح صف وكيف يقدر يعمل وكل هذه التفاصيل مثلا، وكيف هنعمل كويز أو إكزام أونلاين وكل هذه المواضيع. فواجهت عن جد يعني الناس واجهوا مشكلة جدا ضخمة وجدا صعبة بأول البداية، ولكن صاروا بدهم يتأقلموا مع هذا الموضوع وصاروا يطوروا حالهم شوي شوي لحتى قدروا يوصلوا لمكان بدي أقول لك يعني نيوترال، مش أنه برو ولا تحت، أنه احتياجاتهم اللي هي مطلوبة. يمكن لأنه صارت بوقتها يعني بلحظتها اضطروا العالم يتعودوا يتأقلموا وكانوا لازم يعملوها هن وعم بيشتغلوا يعني. صح. الأساتذة هن وعم بيعطوا الصف كانوا عم بيتعلموا على البروجرام اللي عم بيشتغلوا عليه. صح. وكمان يعني شفنا كتير أشخاص لجأت للوسائل الإلكترونية والأجهزة الذكية تتقطع وقت لأنه بطلوا يظهروا، بطلوا يعملوا أكتيفيتيز برا، فكمان كتير عالم صارت تتكل على هول الأجهزة وعندها أكاونتات يعني. صح. بعرف أنا من أهلي بيفتحوا حسابات فيسبوك، بيفتحوا ويب سايتس، بيفوتوا على يوتيوب، ولكن ما بيعرفوا أوقات إنه في مخاطر معقول تكون موجودة. حيلا حدا يعني عم بيشتغل على تليفونه معرض ليواجه مخاطر ومشاكل. أكيد. شو هن أنواع هول المخاطر؟ هلا بداية الأمر من نحكي نحن لما إحنا عملنا هذه النقلة، في ناس مثلاً أو أشخاص ما عندهم أجهزة رقمية بالبيت يعني مثلاً تليفون أو تابلت أو أي شيء، آيباد أو ممكن لابتوبات، فراحوا يشتروا بطريقة مش يعني راحوا يشتروا أي شيء موجود بشكل عام لحتى يقدروا يمشوا حالهم. هيدي واحدة من المخاطر اللي نحن ما نقولها. مثلاً في أجهزة هي عن جد فيريفايد وفي عندها أنظمة حماية أكثر من أجهزة تانية، هي بالدرجة الأولى. الدرجة الثانية كمان نرجع للموضوع اللي هو الوعي الرقمي اللي مش موجود. مثلاً نحن بنفتح أونلاين ميتينج، تعرف أنه كمية اللينكات اللي صارت تنتشر بلبنان هي خيالية، زوم ميتينجز، مايكروسوفت تيمز ميتينجز، وجوجل ميتينجز إلى آخره يعني. في كتير عنا تفاصيل يعني لدرجة أنه الناس بطلت تطلع بهذا اللينك كيف معمول أو هيك. بلس شغلة كتير مهمة أنه هو حتى ما بيعرف هذا الشخص أنه هل هذا اللينك والله إشبه شيء أو ما إشبه شيء يعني، أو منيح أو لا. نحن مثل ما كنا عم نحكي قبل شوي، في بعض اللينكات بتكون كتير قريبة على اللينك اللي هو الحقيقي، مثلا زوم مثلا مثل ما كنا عم نحكي برا مثلا بيشيلوا او منا، بيعملوا مثلا دومين، بيغيروا شيء صغير ما تنتبه له. صح. ممكن الاكسبرت يوقع فيها لهاي. هو شو بيصير بس بشكل عام يعني، بس لهذا اللينك انعمل او اي شيء خاصه بعنوان تحت الفيشنج نحن صرنا هلا بمصطلحنا، بينبعث هذا اللينك، بيفتحه الشخص
او الاستاذ او المستخدم ايا كان، مجرد ما يفتحوا مش مثل ما معلوم انه الداتا بتروح كلها، مش هيك بهالسهوله الشغله، بالحد في درجات، في درجات صح، بالحد الادنى بيعرف اللوكيشن تاعوله وهالتفاصيل الاوليه، شو نوع الديفايس، هل هو لابتوب تليفون او اندرويد اي او اس الى اخره. الدرجه الثانيه هون الخطوره، بيصير يقول لك انه نفس الصفحه اكزاكتلي اذا كانت زوم او فيسبوك او جوجل او كل الكاتيجوريز، حتى فيسبوك او طبعا بنشوف بيقول لك حط اليوزر نيم والباسورد، انت بتكتبهم بكل بساطه يوزر نيم والباسورد، بيروحوا لعنده، يعني هو بيرجع بفوت على الاكونت تاعولك بطريقه كثير سليمه، القرصنه والهاكينج صح، بفوت على الاكونت تاعولك. ساعتها صرنا بمرحله ثانيه، نحن ممكن توصل لابتزاز، ممكن توصل لمحلات كثير بعيده يعني. وفي كمان شغلات كثير مهمه بالبنك ترانسفيرز، يعني هيدي شغله كثير خطيره، انا بعرف اشخاص حطوا ارقام فيازون ودفعوا تقريبا بحدود ال 15 و 18000 دولار على اساس انه عم يدفعوا للشيء الحقيقي اللي بدهم اياه، ولكن قله الوعي اللي صارت بمحل معين أزتهم بهذا الشكل. يعني إن إبراهيم كمان ذكرت أنه الفيشنج، خلينا نركز على هذا الموضوع. يمكن الفيشنج هون بيمثل أنه منبعت اللينك، منبعت الرابط للعالم، واللي بيلقطوه هم بنكون استبناه، يمكن هذا العبارة اللي عم بتصير. ومثل ما ذكرت كمان بينقلوا الصفحة مثل ما هي، يعني نحن بس نشوف اللينك بس يفتح ما مننتبه انه اللينك مكتوب غلط، لانه اللي عم نشوفه هو فيسبوك او عم نشوف زوم او عم نشوف اللي عم نشوفه. كيف فينا ننتبه من هول القصص اكثر؟ نحن بدنا نعمل تو ويز، يعني اول طريقه هي انه الشخص بده يصير يعرف هيدي الدومين هيدي الشركه كيف مكتوب، مثلا zoom.com او مايكروسوفت تيمز، مثلا teams.microsoft.com. هذه باول طريقه. الطريقه الثانيه اللي هي بتريحه هذا الانسان، يعمل تو ستيب فيريفيكيشن. تو ستيب فيريفيكيشن شو بتعمل عنا، او تو ستيب اوثنتيكيشن، في عنا انواع، او الاوثنتيكيتر اب بتنزل على التليفون. شو بنعمل هون؟ هون حتى لو اخذ الباسورد ما بيقدر يفوت على الجهاز، ليش؟ او ما بيقدر يفتح الاكونت بالاحرى. لازم خطوه ثانيه تاكد المعلومه، الخطوه الثانيه اللي هي ممكن تكون مربوطه برقم التليفون، ممكن تكون اس ام اس، ممكن تكون هلا بده يقول لي حدا انه هو قاعد حدي وشاف الاس ام اس، ممكن تصير بده يصير ينتبه يعني. وحتى فيها نعلة اكثر من هيك، نروح على 3 ستيب، يعني مثلا بصير مثلا بده يحط باسورد اس ام اس وايميل على سبيل المثال. بس هيدي صارت شوي معقده للناس يعني، فانا بنصح بالتو ستيب فيريفيكيشن اللي هي مثل بيقولوا اجراء كثير سهل ومش صعب، وممكن يحمي حاله، وعن جد بمحل ممكن يحمي عائلته. هذا اذا واحد عنده اولاد مثلا بالبيت، هني ما بيعرفوا هالاولاد هالتفاصيل، بحط على الاجهزه تاعيتهم تليفونات او تابلتس او لابتوبس الفكره على الاكونت اللي عندهم اياه اللي هي تو ستيب فيريفيكيشن. بيقدر يربط كل هالحسابات، ممكن يحط مع رقم تليفونه هو بصير بيعرف يعني. فهيك انت بتحمي حالك بقدر المستطاع. تعرف إبراهيم، يعني هيدي أول وسيلة خطرت على بالي وقتا كنا عم نحكي إنه بدنا نحكي عن الهاكينج، لأنه أنا بعتمد هيدي الوسيلة، ودايما حيلا لابتوب أو حيلا كمبيوتر بدي أعمل ساين إن عليه أو فوت على فيسبوك أو حيلا إيميل من إيميلاتي، بحطولي إنه بعتني لك مثلا SMS على تليفونك، حط الكود اللي وصل لك أو حط يس على تليفونك إنه هيدا أنا. وهيدي شغلة كمان بتسهل، لأنه أوقات كتير أنا بكون قاعد بالبيت بيوصل لي ريسيت باسورد او بيوصل لي شيء، بطمن بالي انه ما رح يقدروا يفوتوا على الحساب لانه في التو ستيب فيريفيكيشن. والحلو كمان انه بحطوا لك عده اوبشنز، يعني اذا ما في رقم الهاتف التليفون مش متوفر معك، بيبعثوا لك الكود على الايميل، بيبعثوا لك اوقات فينجر برينت على التليفون، يعني في كثير كمان شغله. ابل عملت طريقه انه صار في فيشل ريكوجنيشن، يعني بتاخذ اللي نحن نحكي على الاوبريتنج سيستم الجديد هلا، يعني تقريبا عمره سنتين لليوم ان يعتبروا، بلشوا شوي كمان مش جديد كثير. فيشل ريكوجنيشن، ممكن مثل قلت فينجر برينت، ممكن في شيء خاصه بالاي ريكوجنيشن، في شيء خاصه بالفويس ريكوجنيشن، يعني في كثير طبعا اوثنتيكيترز بتعدد. بلس في شغله انه انا اذا نزلت الاب على التليفون او على الجهاز اللي بدي اعمله هيدا الفيريفيكيشن، هيدا الاب بتجي انتجريتد مع الماك ادرس تاعول الفون او الديفايس، فبس نصير بهيدي المرحله حتى بتصير هي تتعرف انه في ديفايس جديد فات على الكاتيجوري اللي عندي اياها انا، مش الديفايس اللي هو دائما بفوت اللي هو انت تليفونك او اللابتوب تاعولك. فهيك بتصير انت تحمي حالك بطريقه ما في داعي لحتى تفكر كثير باللينكات او تدرس مثلا شيء اختصاص او مجال او تعمل مثل هيك مثل دوره صغيره على تفاصيل اللينكات كيف بتنقرا او تفاصيل ثانيه.
حتى كمان يمكن شفنا سيتنجز اعدادات بالبراوزر اللي بنستعمله تنقدر نتصفح الانترنت، اوقات بيحطوا لنا هن كمان يعني اذا عم نفوت على لينك مشبوه بيحطوا لك انه انتبه. اللينكات هن نوعين او الدومينز بشكل عام، في شيء سكيور وشيء مش سكيور. انت بقى عم تحكي بس ما يكون سكيور، ممكن جوجل الارتفيشال انتليجنس عند جوجل او عند مايكروسوفت الادج، يعني بس احكي مايكروسوفت، بيقدر يلقط انه هذا الدومين هو دومين بيعتبره هو انه مشبوه. كيف يعني مشبوه؟ يعني ممكن يستعمل لشغلات نوت اوثورايزد، فهو بحط لك مش بالضروري يصيبه يعني مثل ما بيقولوا، بس بحط لك اياه تحت هذه الكاتيجوري، بيسالك بيقترح عليك انه بيقترح عليك معقول يكون في شيء انت مثل ما بدك، بدك هيك او هيك. هي طريقه كثير مهمه للذكاء الاصطناعي اللي صارت بالعالم وعند الشركات الكبيره، ولكن صاروا القراصنه المحترفين يستعملوا اساليب وسيرفرات هي سكيور. يعني انت طلعت من هيدا ما فينا نحط كارول عليه، فطلعنا منها فصار ينبعت. انا يعني هذيك المره شفت مثل لينك او شيء خاصه بمساعدات لجهات مانحه، فعلا انه المقال المكتوب والطريقه المكتوبه كثير مرتبه بدرجه انه بتشده للانسان يعني، بس قدرت انا اقراها. بس انه ممكن ناس كثير يفوتوا عليها، وعن جد في اشخاص يعني بحكيك عن تجارب بصوا لمحلات ابتزاز جدا ضخمه مش شوي. بتعرف لانك ذكرت هذا الموضوع بالتحديد، انا بتذكر تقريبا من شي جمعتين او ثلاثه اجت الوالده عطيتني التليفون قالت لي عبي لي هاي لانه في مساعدات. مزبوط. وقت قريت وطلعت كان عن جد مشبوه فيه، لانه اللينك اللي مستعمل ما انه لينك جاي من جهه معينه او معروف او واضح. فقلت لها بلاها انه لو قد ما كانت المساعده ما تفوتي بهالشغله، لانه ممكن ياخذوا معلومات من التليفون او يمكن يوصلوا لمطرح يصير فيه الابتزاز اللي هو يعني منا حرزانه كانت. صح. ولكن بتخيل اذا انا ما كنت موجود بالبيت وصارت، يعني اوقات كثير الاهل الاشخاص اللي شوي اكبر بالعمر بكبسوا على تليفوناتهم، ما كثير عم بيكونوا في وعي بالناحيه انه شو عم نقرا او شو عم بيصير قدامنا، لانه التليفون معقد بالنهايه ان كان تليفون او سمارت تي في او حتى لابتوب. قد ايه مهم الوعي عند العالم من ناحيه التكنولوجيا، وخاصه عم نشوف يعني الاولاد عم بيعلموا الاهل، لازم كمان الاهل يكونوا على وعي، لانه في كثير قصص عم بتكون كمان الاولاد معرضين لها من ناحيه ان كان براوزرز. صح. يوتيوب ابلكيشنز. قد ايه اهميه هذا الشيء وكيف فيهم الاهل شوي شوي يتعودوا على الموضوع؟ هلا عندنا كذا مرحله نحن هون. المرحله الاولى الاهل فيهم يعملوا مثل دوره او شيء انه هاو تو سكيور ماي هوم او ماي يعني المحل اللي انا فيه، هولي اونلاين توتوريالز فور فري، يعني في هذه المرحله الاولى. مرحله ثانيه في هذا الاهل مثلا او العائله يعني بالبيت بشكل بسيط، يعني مثل ما ذكرنا تو ستيب فيريفيكيشن نمبر 1، نمبر 2 ممكن يحطوا انتي فايروس بقلبوا فاير وول على اللابتوبات، نحن عم نحكي اذا كمبيوترات. ثلاثه هو هذا العالم، يعني نحن عم نحكي بشركات كبرى بالعالم عم يتم اختراقها، ف موضوع فاميلي حاطين مصاري كرمال يحموا موضوع فاميلي صار شوي، فكل واحد على قد ما في ينتبه يعني وين يفوت وين يروح، لانه كله معروف شو هو. في عندنا نحن شيء ثاني اسمه انفورميشن جاذرينج، هذا موضوع ثاني، فيفوت وين يفوت وين يقبس. حتى في شغلات كثير مهمه انه بس تفتح انت صفحات تكون عم تتصفح اكثر شيء اخبار، بيطلع لك مثل اد اونز بيعملوا بوب اب هيك على يمين وعلى الشمال، وفي عن جد شغلات مغريه بتكون مثلا في شيء خاصه بالمصاري، في شيء خاصه بالسفر، حتى على التليفونات مرات بيطلعوا. فمجرد ما ضغطت عليه انت فت بمحل ثاني هو خاصه طبعا اساسا بالفيشنج، مش عم اقول نحن اتاك يعني، بس انه لانه هذا الهاكر اذا بده يفوت على فاميلي مش على اورجانيزيشن يعني على بيرسونال يو يعني على شخص، بده يا يسرق مصاري يا اما يحط الفيزا تبعيته، هيك اهدافه بتكون، او ممكن توصل ل يعني هن هو اكثر شيء الشائعين يعني مصاري، او بده يجيب داتا معينه، او بده يبتز لحتى ياخذ مصاري، يعني الهدف كله بيرجع على المصاري. اما موضوع الاورجنايزيشنز او شركات ضخمه لا، صرنا بمحل ممكن في معلومات عن مايكروسوفت مثلا بدها اياها جوجل، والعكس يعني صرنا بمحل ثاني كليا. نحن اصلا عم نعيش بعالم المعلومات والداتا عم بيكونوا اغلى من حيالله ماده ثانيه، صار جمع داتا هارفستنج كمان بسموها، جمع المعلومات عن العالم حقهم مصاري، يعني فيسبوك أكيد. حقق ملايين ومليارات الدولارات لانه عنده هالقد عالم مشتركه فيه. كمان يعني الهاكينج والقرصنه كلمه كبيره العالم بتخاف منها، يعني بس يصير معهم شو اول شيء لازم يعملوه؟
هلا اول شيء هو بده يشوف نحن هذه من الا الانسيدنت هاندلينج، يعني عندي صارت الشغله صار الحدث شو ممكن نعمل من بعده. في عندك كذا يعني حتى بده يعرف هو الشخص باي مرحله فيها، بس ببدايه الامر بده يشوف يعني اول شيء اكيد بده يلجا لحدا، هيدي نمبر 1، لانه هو لانه هو ما راح يقدر يعرف هو باي مستوى باي ليفل هو صارت عنده هذه الحاله. يعني بالنصيحه اول شيء يطفي الانترنت او يحط ايربلين مود، هذه نمبر 1 يعملها، يروح عند حدا اكسبرت يقول له صار هيك، بعت لينك، فتحت لينك، وصلني ايميل مثلا او شيء فيروس او مالوير الى اخره. بس بالدرجه الاولى طبعا يطفي الانترنت، يعني حط ايربلين مود للتليفون او اذا لابتوب بطل اكسسبل، يبطلوا يقدروا يفوتوا على الجهاز، حتى اذا واي فاي طفيها، يعني اذا على اللابتوب عم نحكي، وياخذوا عند حدا بروفيشنال. طبعا في تولز معينين لحتى يقدر يعرف، وحسب الدرجة مثل ما ذكرت، حسب الدرجة، يمكن درجة تروح على الدولة مثلا إذا كان شيء كتير صعب، وممكن درجات لا، أنه ممكن أي حدا إكسبرت معين يقدر يحلها، يشوف لك لك هذا تروجن مثلا فيروس، بياخد هذه الداتا، هذا سبايوير، هذا كذا، يعني بيكون خبير فيهم بيقدر يشرح مثل ما بقول نحن بمصطلحنا، يعني بيعمل بينطفوا لللابتوب أو للجهاز من هذا المالوير أو الفيروس وبيمشي الحال. تعرف إبراهيم هذا موضوع كتير واسع، يعني بالنهاية كتير في تفاصيل، ويمكن شي نهار إذا كان عنا وقت نقدر نعلم الأشخاص، نعمل لهم أبليكيشن ونفرجيهم فيديو كيف يقدروا يستعملوا التو واي أوثنتيكيشن أو غير أنواع من الأداة يقدروا يأكدوا. حتى التليفون أو حيالله جهاز نحن بنستعمله يوميا، في إعدادات خصوصي للسيكوريتي يمكن نحن ما بنكون عارفين أكيد. فيها كمان، يعني قد ايه اهميه انه ننتبه للاعدادات الموجوده بالتليفون، كيف فينا نركز على شو بدنا نركز كمان. هلا اذا بتلاحظ انت ابل بياخذوك هن اوتوماتيكلي بيجبروك تعملهم، اما الاندرويد لا مش هيك، يعني مثلا ابل بيقول لك انه نحن اذا بدك تحط انت باس كود مكون من 4 أو 6 ارقام، هو لحاله بيرجع بيقول لك تو ستيب فيريفيكيشن، هو لحاله بيصير يعطيك يعني شغلات لحتى يحميك، يعني لتصير مور سكيور يعني اكثر. اندرويد بروح على محل انه عم اماكن انه نزل ابس تو بروتكت يور فون او تو بروتكت يور ديفايس من طريقه اللي هي خاصه مثل ما نحن حكينا بالفيروسات او شيء خاصه بالفيشنج. الشغله الثالثه وكمان كثير مهمه انه نحن عم نحكي على اللابتوبس، هلا نعرف نحن في مصطلح كثير انه العالم نحن عندي لابتوب بعمل له كراك، انه ما بحط لايسنس عليه، يعني هيدي بحد ذاتها هيدي مشكله جدا كبيره، لانه في عنا شيء اسمه ويندوز ديفندر ما عادش بيشتغل مثل بيقولوا بفل يعني بقوته الكامله اذا ما كان فيريفايد هذا الجهاز، يعني اللي هو كان جهاز ويندوز. فهون بيصير كمان هول الشغلات كثير بيحمونا وكثير ليه، لانه بضلهم هن فريكوينتلي ابديتد، يعني كل ما يطلع مثلا فيروس جديد، مثلا لنفترض مثلا امبارح صارت حاله ببلد معين، طبعا جلوبالي بيصير في ابديت على هذا السوفت وير بكل عند كل اليوزر، بيصير معرف على هذا الفيروس الجديد لحاله، لانه كمان مثل ما في ابديتس للتليفون في ابديتس للفيروس أكيد. أكيد. يعني الفيروسز كمان الهاكرز بالتحديد المقرصنين او القراصنه هن اللي بيحددوا كمان انه نزل ابديت جديد حتى نعمل ابديت للفيروس. فهيدا شغله كمان كثير مهمه، وبعتقد لازم نخصص حلقه لللابتوبس، ان كان العالم اللي بتعمل داونلودز كثير كمان معرضه لينزل كثير فيروسز، الاشياء اللي منزوره الصفحات المنزوره قد ايه معقول كمان تنزلنا فيروسز على اللابتوب. فبعتقد هيدي حلقه خصوصي اليوم، للاسف هيدا وقتنا، يعني موضوع كثير واسع وكثير شامل، واكيد رح يكون في حلقات عديده عنه. فانا بدي اشكرك اليوم، شو بتنصح العالم هيك قبل ما نختم؟ اول شيء انتبهوا على اللينكات اللي عم يفوتوا عليها، تو ستيب فيريفيكيشن، بلس في شغله كثير مهمه هلا تذكرتها، قصه الفيزا كارد. الفيزا كارد انت بس بدك تحط رقم، في بعض البنوك او الاشخاص ما بيوصلن اس ام اس اللي هي بيقولوا لها وان تايم باسورد او تي بي، في ناس شايلينها لهي بيستعملوها باسورد مره واحده وخلص بتروح. انا بفضل انه اللي يعني مش عامل هيدي الاو تي بي يرجع يفعلها. هلا طبعا ما بعرف اليوم اذا كل البنوك عم يعتمدوها بلبنان، ولكن بجزء معين مش الكل قاعد عم يتبعها، فهالاو تي بي كثير مهمه، انه انت اذا غلطت اذا وقعت بالغلط في عندك او تي بي بيحميك. ايه يعني صح. بس يحفظوا الرقم ويكون عندهم المعلومات، بتصير تلاقي عم ينسحب هالمصاري ومنك عارف من وين. بدي اشكرك كثير ابراهيم شعبان، خبير بالامن السبراني والمعلوماتيه، ميرسي كثير على المعلومات اللي اعطينا اياها، واكيد رح يكون في لقاءات تنحكي عن الموضوع اكثر. اهلا وسهلا فيك، احلى صباح مكمل، ولكن بعد بريك قصير.